اختراع كانون خال من الصدر كيف أثر؟ بعد عقد من الانقطاع نجح العراق أخيرا بإجراء انتخابات محلية، لكن مقاطعة الصدريين بانت أثارها في الاقتراع الذي جرى في 15 محافظة بمشاركة 16 مليون ناخب، مع تنافس 5898 مرشح على 285 مقعدا في جميع المحافظات. هذه الأرقام خلت من حلقة مهمة تمثلت بالتيار الصدري، بعد ان دعا زعيمه مقتدى الصدر انصاره الى المقاطعة وقال مخاطبا انصاره: مشاركتكم للفاسدين تحزنني ومقاطعتكم تفرحني. ملامح المقاطعة الصدرية بدت واضحة عند اعلان نسب المشاركة. بغداد العاصمة كانت الاكثر تضررا، خاصة جانب الرصافة منها، اذ بلغت المشاركة هناك 21% فقط. غياب الصدر عن الانتخابات المحلية نفع جهات سياسية وضر بغيرها. وأنتم كيف تقرؤون غياب الصدريين عن مجالس المحافظات؟